علشان خاطري نشكر ربنا على اللي احنا وصلنا له. كتير قوي واحنا مشغولين عشان نجيب اللي لسه عايزينه ننسى نشكر على اللي في ايدينا. والاساس في تحصيل اللي لسه انت عايزه انك تشكر على اللي في ايديك. واذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم. فدي نصيحة مهمة. زمان راجل فيلسوف كده بيقول الناس في الحياة في طابور جري طويل، كل واحد شايل حاجة وبيجري عشان يجيب اللي قدامه، مش شايف اللي في ايده، شايف اللي في ايد اللي قدامه، واللي وراه بيجري عشان يجيب اللي في ايده هو، مش شايف ده. فبيقول اخرج من الطابور دون دقايق ثم اضحك كثيرا على هؤلاء الذين كنت واحدا منهم يوما ما. معنى كلامه، كم واحد النهارده هيموت عشان يخش كلية الطب؟ انا كنت لسه بتفسح في روسيا انا ومراتي. مراتي قاعده معاكم ايه؟ من حوالي شهرين بالظبط. ورايح اصلي في جامع هناك في موسكو، حتى بسلم في صلاة الجمعة أول ما سلمت اللي جنبي قال لي ازيك يا جدو علي؟ قلت له لا بقى مش الدرجة دي بس. والله فعلا كده. ولاد من عندنا من بلادنا رايحين هناك يدرسوا طب في موسكو. في ناس بيدرسوه في الصين بيتعلموا الأول صيني. وبعد ما يتعلم صيني، لأن في الصين بيدرسوه بالصيني. حد فيكم عارف صيني حضراتكم؟ اتكلم براحتي. فانا اعرف شويه صيني طبعا، بكين، سور الصين العظيم، عندي ثقافه. فعايز اقول لكم والله عشان ياخدوا بكالوريوس طب اللي ربنا اداه النهارده نشكره قد ايه. صحيح لسه المشوار طبعا